أهلا بكم. هل حسمت فعلا معركة طرابلس وماذا كان يحضر؟ ردة فعل ما حصل أم إجهاض لمخطط؟ وبماذا يفسر رد الفعل القاسي للجيش اللبناني واستخدام الطوافات للمرة الأولى ربما بهذه الدقة وبهذه الكثافة؟ هل هرب شادي المولوي كالعادة مثل العبسي والحجيري وأحمد الأسير وغيرهم؟ ومن أخرجه وكيف وإلى أين؟ أين خالد حبلس الذي يعتبره أنصاره أحمد الأسير رقم 2؟ ومن أقنع خالد حبلس بأنه عراب الإمارة الإسلامية الموعودة في الشمال؟ هل تستسلم داعش وتنكفئ أم هي تجربة ستعتبر منها تحضيرا ربما لضربة ثانية في الجنوب في البقاع في الشمال؟ لا أحد يدري. هل زال الخطر في المفهوم الأمني؟ أخطر لحظة هي اللحظة التي تظن فيها أنك محمي، ساعة إذن تأتيك الضربة ويكون قضي الأمر. أهلا بكم في حوار اليوم، وأهلا بالمحامي وديع عقل الناشط السياسي. أهلا وسهلا فيك سيز وديع. أهلا فيك سيد جورج. جيش كان قايل قرار بالحسم لا عودة عنه، هل فعلا ما حصل هو قرار بالحسم؟ سيد جورج، ببداية الحلقة بستغل فرصة أني عزي نساء أطفال وأهالي شهداء العسكريين يلي سقطوا بالأيام اللي مرت بطرابلس، خاصة أنه اليوم عم نشهد مآتم البعض منهم. المشهد محزن جدا، اللبنانيين بحزن، الوطن بحزن. للأسف يلي صار بطرابلس هو، أنا كمان بضم صوتي لألك وبعتذر، بركي كمان كان لازم أنا بلش فيها هيدي، بقى بعتذر بس طبعا كفيت ووفيت بضم صوتي لألك أكيد. بهالنقطة هيدي نحن على الأو تي في، والأو تي في تميزت بين باقي وسائل الإعلام اللبنانية أنه كانت مواكبة لموضوع الاعتداءات على الجيش والاعتداء الإرهابي على البلد بشكل بروفيسيونال. أنا بالأمس قبل ما لما عم بحكي قدام أصدقاء أنه أنا موجود اليوم معك سيد جورج بالحلقة، وصوني توصية خاصة أنه أحكي بهذا الموضوع إذا بتسمح لي، وخاصة من أصدقاء بمنطقة الخليج. تفضل تفضل. وعدد كبير من اللبنانيين ناجحين جدا يلي هن بالاغتراب. المشهد مؤلم أنه جيشنا عم بينقتل، جيشنا يستهدف، وبعض وسائل الإعلام في لبنان عم بتحط انترتينمنت وعم توضع فقرات فنية بوقت كان المفترض أنه يكون في سياسة إعلامية مسؤولة، سياسة تواكب الوضع الأمني الصعب بالبلد، تواكب الحرب، وهيدي إتيك بروفيسيونال بالإعلام. للأسف هذا المشهد ما شفناه إلا بكل من وسائل الإعلام. طبعاً الأو تي في سباقة بهذا الموضوع، ومشكورين على هذا العمل يلي أنا أكيد ما عم بينبع إلا تلقائياً من قناعة العاملين بهذه المحطة. للأسف نتمنى أنه بعد الأمور ما فاتت، نتمنى من باقي وسائل الإعلام أنه يلتزموا إتيك معينة بوضع الاعتداء على الوطن. هذا موضوع منه موضوع مزح. لبنان أندوي، بلدنا أندوي من كذا سنة لورا. نحن ما منحمل أنه يكون في تعاطي بخفة بهذا الموضوع. بالعودة لموضوع طرابلس، بس كمان أنا بحب شير لأنه في وسائل إعلام كمان عم تتعامل مع الموضوع باحترام وعم تحط برامج، ما بدنا نفوت طبعا يعني طبعا لا أنا ولا أنت، بس كمان مش ما نبين أنه كل العالم هلأ التوقيت البرامج غير شيء، هذا بيعود لإلهم. نحن أنا وياك ما لنا دخلي، لكن أنا بشكر ملاحظتك أيضا، لكن بنرجع بنقول إنه في وسائل إعلام، وأنا شخصيا يعني شغلتنا منتابع نحن ومتابع غيرنا، في شغل على الأقل عم بيكون محترم وجدي. تفضل السيد جورج باللي كنت عم تفضل فيه بموضوع طرابلس. هل حسم فعلا؟ نحن مع الجيش، ظالما كان أم مظلوم. منه ظالم الجيش، الجيش اللبناني عنده واجب وعم بيأديه، وشابو با للمؤسسة العسكرية. إلنا ثقة بالعسكريين وإلنا ثقة بالضباط بالجيش اللبناني، وثقتنا منا وليدة اليوم. مالك ثقة بالإيادة؟ طبعا وليدة تاريخ قديم بإيادات
بقيادات متتالية بالجيش اللبناني. الجيش اللبناني هو مؤسسة، منه أفراد معينين بدرو، هو مؤسسة، مؤسسة عمرها سنين، عمرها عشرات السنين، وهالمؤسسة ما قصرت ولا مرة بالدفاع عن الشعب اللبناني وحماية أرض الوطن. يلي صار بطرابلس هي مؤامرة سياسية على البلد وعلى الجيش، مثل ما عم بيصير وين ما كان. بيتآمروا على الجيش، بيوضع الجيش ببوز المدفع ليقاتل ويقوم بدوره، بيشتغل الجيش 48-72 ساعة منشوفه عم بيقاتل بشراسة، ويبلشوا يشتغلوا سياسي. وشغل السياسي ما عم بيكون بس بالمعركة. موضوع شادي المولوي هي مؤامرة كبيرة. شادي المولوي مش من امبارح، شادي المولوي منه تشرين الأول 2014. شادي المولوي بدنا نرجع بالتاريخ لأيار 2012. بأيار 2012 الأمن العام بحنكة أمنية رفيعة المستوى استدرجوا شادي المولوي، قبضوا عليه، عملوا إنجاز أمني متقدم جدا بوقتها بدون ضربة كف طبعا، وبوقتها تهاجموا الأمن العام. ولكن اليوم كل مواطنين بلبنان بيقولوا حسنا فعل الأمن العام يوما بتوقيف شادي المولوي. ملفه 2000 صفحة كان. طبعا لأنه كان فضحه، ملفه هديك الأيام 2000 صفحة. هلأ ما بعرف قدي صار، هلا هديك الأيام كان 2000 صفحة ملفه لشادي المولوي وعلاقاته نعم. كل يلي هلأ عم بيشتكوا منه الدولة اللبنانية. صحيح، وهون بلشت المؤامرة. بعد توقيف شادي المولوي بدأت المؤامرة. شو صار المشهد؟ بدنا نتذكره مزبوط لنعرف شو صار مبارح. تيار المستقبل وعدد من المتطرفين بطرابلس غزوا شوارع المدينة. بالطريق الجديدة صار في عمليات احتكاك مع الجيش، كذلك بصيدا ولعت المناطق. اضطر هالموضوع هيدا دفع بالوزير الصفدي وبرئيس الحكومة اللي كان حديث العهد بوقت نجيب مئاتي انه ايضا يتحركوا وتفاعلوا مع موضوع الشارع يلي كان عم بيعترض بوقتها. اللي صار انه شادي المولوي كان بالمحكمة العسكرية ب 18 ايار 2012 اذا ما بتخونني الذاكرة. تقدم شادي المولوي عبر محاميه باول طلب تخلية سبيل. نعم. بيردوا القاضي صقر صقر وبيقول انه انا ما عندي قناعة هيدا الزلمة مرتكب افعال، ما عندي قناعة انه طلعه. للأسف بعد اربعة ايام 22 ايار 2012 بيوافق القاضي صقر صقر على تخلية سبيل شادي المولوي، يخلى سبيله لقاء كفالة 500,000 ليرة. بيترافق بالتي هي على طرابلس، بيستقبلوا بطرابلس، بيعملوا بطل صلاح الدين، وجميع مكونات السياسية بطرابلس بالمدينة تتبنى إطلاق سراح شادي المولوي. من عدا طبعاً من عدا الرئيس كرامي. عمر كرامي ومعالي الوزير فيصل كرامي. صحيح. أكيد وهون كانوا وبعضهم رافضين له. وهون بلشت المؤامرة. طلعتوا مجرم من الحبس، حميتوه سياسياً وفلتوه بقلب طرابلس. بدكن تتحملوا مسؤولية أول شيء بهدلت الناس بباب التباني، بهدلت الناس بطرابلس، وثاني شيء اطلاق النار على الشرعية وقتل العسكريين بطرابلس. هالموضوع هيدا بده تحقيق استاذ جورج. اليوم القضاء امام مسؤولية، في قضاء عسكري موجود، في مسؤوليات. اول شيء عندنا شهداء للجيش اللبناني، عندنا مدنيين قتلوا، عندنا خراب كبير حصل بباب التباني وبالجوار، في تحقيق. والتحقيق مش بس باللي صار مبارح، التحقيق بده يرجع لل 2012. لو مين ما كانوا يكونوا، وزراء، نواب، مسؤولين، امنيين، قضاة، تحقيق بده يبين لنا ليش القاضي غير رايه بظرف اربع ايام، بده يخبرونا ليش تغير رايه وين صار في ضغوطات وعشون صار. طبعا استاذ جورج من غير المقبول، حضرتك بتعرف كلنا بنعرف صار ضغوطات. رئيس الحكومة يلي كان بعده طازة بالحكومة وعم بيخونوه سنيا، نعم، ما هيك، وعم بيقولوا له من قدر، وعم بيقولوا له انت منك زعيم، صار قدام طيفته وكأنه عم بيستعيدوا. كانوا تجربة تتذكر الله يرحمه رئيس أمين الحافظ ب 73 وقتها اجى يومتها قالوا له انت لا تمثل السنة، لازم كانوا السنة يكونوا دائما يومتها من نادي معين. عملوا في هيك للرئيس مئاتي، اضطر رئيس مئاتي يزيد عليهم سنيا، واضطر الرئيس مئاتي يتخطى المعايير المتبعة، نعم،
ويطلعوا يطلعوا سي جورج رئيس رئيس مئاتي بيكون عنده موقف بالسياسي. اليوم تبين انه موقفه السياسي كان خاطئ فيه، هو ساهم باخراج مجرم من الحبس، اعتدى وقتل اليوم في وزير المولى، في كان معه وزير ثاني وكل اللي معه وكل الطبقه السياسيه في وزير معه كمان. انا بشملهم جميعا لانه حتى الارض كان في بسيارته، كان في من يحرك الارض كمان بطرابلس، مش بس الصفدي ومئاتي. كذلك كذلك هذا القضاء يلي خرجوا لشادي المولى وكمان يتحمل مسؤوليه، ما في يقول اليوم القضاء انا ما خصني، انا اساسا هن سلطتين منفصلتين، القضاء والسلطة التنفيذية. صحيح. القاضي هون الذنب تبعه كبير، لأنه إذا بده يجي يقول القاضي أنا سمعت السياسي شو قال لي وأنا سمعت منه ورحت نفذ له أمر السياسي، هيدا القاضي لا محله يكون، لا يكون حريص على القانون بلبنان ولا يكون حريص على العدل. القضاء بيكون للجميع، والقاضي بلبنان بيكون هو رأس الحرب للدفاع عن الناس وعن حقوق الناس، مش انه بده يأتمر بالسياسي. هذا القضاء ما بدنا اياه بلبنان. اضف الى ذلك استاذ جورج، موضوع بطرابلس استمر وكبر وصار في اضرار كبيره، وكان في اكثر من جوله عنف بالفتره السابقه بين تباني وجبل محسن، واليوم الخاسر الاكبر بالشمال هن السنه المعتدلين. اليوم عولوا بمكان ما على بيئة حاضنة لداعش والنصرة وجماعات المسلحة. تبين أول شيء شبوبا لعكار. عكار هي بيئة حاضنة للجيش اللبناني وبيئة حاضنة للشرعية. صحيح. وعكار صحيح. أثبتت هالشيء هيدا على الأرض وبالفعل. دم ما بيصير مية أساس. طبعا. جيش لتربيعه من عكار، معقول عكار يجي كم قاطع طرق وكم أزعر وكم مجرم يغيروا هوية عكار؟ أبداً, أبداً أبداً. ولكن للأسف أنه بطرابلس شفنا مشهد وبالمنية شفنا مشهد منه منيح، هيدا مشهد منه منيح. واليوم في واجب على السنة المعتدين اللي هن الأكترية بالطائفة السنية، بس كمان ما غطون أستاذ وديع المشكلة، يعني حتى أولاد المنية يتبروا منهم طبعاً. بس أستاذ جورج عم نعود على ذات المشكلة. أنا لما بشوف هالمشهد كل ما بصير أحداث بطرابلس بيجتمعوا ببيت نائب كبارة، مشهد مزعج. يعني منشوف دغري لما منشوف هالجمعة اللي بيجمعوها منقول الله يستر شو حيصير هون بالموضوع. سياسيين عم بيخربوا الدنيا، المؤامرة سياسية، مؤامرة سياسية عم ندفع كلنا. صار ثلاث اجتماعات بطرابلس إذا لاحظت هالمرة، الرئيس مئاتي مع المفتي الشعار، الوزير ريفي وحده كم نايب، والنائب كبارة ومعه هيئة علماء المسلمين. استاذ جورج بس هيدا حتى قرارات في طرابلس المرة طبعا، بس حتى لو بعض منهم عم بيندد بالموضوع هيدا شيء مش كافي. لا لا, لا, لا انا بقول انه صورة المشهد بطرابلس كانت موزعة على مثلث. اي مثلا الوزير ريفي عم بيعمل كان عم بيعمل عم بيلقي خطاب ممتاز قانونيا، ولكن بدنا اياه بالتطبيق للوزير ريفي. مش بس انه نحن وزير ريفي، مرة الماضي حكينا معك انه بيعرف كتير منيح ولاد المدينة، هو ابن هالمدينة. وصار حادثة من اسبوعين ثلاثة، بيطلع شيخ بطرابلس اسمه الشيخ بلال دقماء بيهدد القضاة وبيذكرون انه بالقتل تبع قضاة صيدا الأربعة 98. بيذكرون فيها للقضاة، ونحن بطرابلس عنا عشرات وعشرات. يعني هو بيعرف مين وهو متبنيها وهن زيتهم اللي قتلون. طبعا عشرات وعشرات من القضاة. اليوم وزير العدل عنده واجب انه يروح يجيبه كان لبلال دقماء، بيعرفوا لبلال دقماء، ما في يقولوا غير هيك. في واجب، في عمل امني وعمل قضائي وعمل عسكري بدهم يتكاملوا. هلا صار اللي صار بطرابلس، الحمد لله انه الجيش ضرب بيد من حديد. نعم الجيش خاض معركة شرسة جدا بظرف 48 ساعة بطرابلس، طلع مروحيات، استقدم تعزيزات عديد من الافواج. المهم كان هول كلهم موجودين، كان حاسم الجيش. المهم كان قرار الجيش هالمره. طبعا اكيد بس بدنا نشوف هي جوله، اكيد انها هي جوله. يلي هربوا ان كان شادي المولوي، كيف هربوا اذا مطوق المنطقه كلها سوا؟ هون المؤامره السياسيه. كيف هربوا هون المؤامره السياسيه؟ هلا نقول لاهالي الشهداء، هلا بدنا نصب زيت على النار وبدنا نكب ملح على الجرح. طبعا استاذ جورج هون في مؤامره. شادي المولوي تبخر مثل الملح بالماء مثل الطير بالسمك. يلي كان عم بيسعى من شهر انه يعمل فتوى سياسيه
لأخراج شادي المولوي من مربع الأمن بباب التبانة. هو اللي خرج، طلعوه من الجامع قاعد بالشارع الوراني. هو اللي خرج شادي المولوي امبارح من باب التبانة، نفس هيدا الشخص خرج شادي المولوي. هو بده يتحملوا مسؤولية، وهودي مسؤولين بطرابلس، وهودي هن عاملين حالهم مسؤولين عن المدينة بطرابلس. متر وديع، بس سؤال، شادي المولوي بيحمل هالقد؟ يعني عم بيعملوا شادي المولوي ظاهرة، وكأنه أبو مصعب الزرقاوي تبع لبنان، وكأنه أبو محمد الجولاني، وكأنه حدا، هول الأسماء يلي مرتبطة بالقاعدة والنصرة وداعش أو الظواهري بعد شوي. طيب هل بيحمل هالقد؟ مين وراء؟ مين الحقيقي بلبنان؟ مين شادي المولوي الحقيقي بلبنان؟ أستاذ جورج، أول شيء فضح بطرابلس باللي صار مبارح إنه في مجموعة عم بتقوص على الشرعية. كان في جولات مع جبل محسن، أنا بدي أكون واضح، اللي تبين إنه جبل محسن كان عم بيدافع عن حاله. هيدي نقطة حاسمة ما حدا بقى يجدلنا فيها بلبنان، خلص ما حدا يبرر بسخافة. هودي جماعة دافعوا عن حالهم، كان في معتدين تحت، اللي تحت مسلحين، مين السلاح؟ مين الغطا؟ بلحص قاعد بقلب جامع، حبلس محول جامع لسكنة عسكرية، لا في مسؤولية هون. طيب مين اللي بيشرف على هالجوامع هاي بطرابلس؟ هاي المساجد حتى اللي كانوا اتخبوا فيها. طيب نحن ما منشوف كنايس او دار وقف ارثوذكسي او ماروني عاملينه ديبو سلاح، ما بتصير هيدي. في رقابة، في حدا مسؤول عنهم. كذلك في مصاري، في مال، في تمويل. في اقوى من السلاح بالكنيسة، في تمويل طبعا، في ايمان. نحن بس عم نحكي بالسلاح طبعا. مش عم ذكرك. وهن يمكن ما سقطوا الا لما فاتوا يتخبوا بقلب الكنيسه بطرابلس. في موضوع هون اساسي، في مساءله فيهم هودي، هو ما بينتركوا هيك. هلا في تمويل طبعا، في تمويل، والتمويل واضح، والتمويل مع يلي معهم مصاري بطرابلس، ما حدا يتخبى. تيار المستقبل، نجيب مئاتي، محمد الصفدي، عندهم مؤسسات خيريه بقلب طرابلس. وين عم بتروح مؤسساتهم؟ يعملوا اودت هالمؤسسات. اول شيء مفترض انه بوزاره الداخليه تكون عم بتراقب هالصرف اللي عم بيصير بهالجمعيات الخيريه. لهالثلاثة اللي سميتهم ممكن يكون في حدا غيرهم. بعدين اذا عم بيقولوا في دول خليجيه كمان عم بتمول، طيب وين الرقابه عليهم؟ طيب شو هالفلتين هيدا الفلتين بالبلد؟ شو عاملين انتم؟ بتيجوا بتخبرونا اخر نهار انه بدكم دوله قانون، وانتم يلي مفترض تكونوا مؤتمنين بمناصب معينه على حسن تطبيق القانون، طيب انتم فلتينا، لا انتم بتحملوا مسؤوليه. والبلد استمراريه، والحكم استمراريه. مشهد مروان شربي اللي بقلب الخيمه بطرابلس وقت توقف مروان شادي المولوي معيب ومخزي، راح يشرب معه شاي بقلب الخيمه هونيك، ورجع راح عملها هي ذاتها مع الاسير. بهذا التراخي، هذا التراخي، هذا لما بيجي اشخاص منن قد المسؤوليه بيحكموا بالبلد. هلا بالتلفون برد عليك. ايه معلش تفضل كمل. فهيدي المأساة تبعيتنا، هيدا كان سيستم، وهيدا كله انا بربطه مع الرئاسة الضعيفة يلي كان بلبنان. يعني هيدا ما كان، يعني اليوم مروان شربي ما بدنا نحمله أكثر ما بيتحمل. طيب ما هو على صورة ومثال الرئيس الجمهورية يلي سماه رئيس ضعيف، بده ينتج وزير داخلية ضعيف. هيدا عملها بوين ما كان، وصارت مع زياد بارود هي ذاتها. أشرف ريفي عصى الأوامر. زياد غير، انا مش مش عم بقارنه بشخصيه انت بتحبه اكثر مني، مش عم بقارنه، بس وزير بارود مش عم بقارنه بمروان شربي غير. ولكن اللي عم بقارن فيه بالحوادث يلي صارت. ما بدنا نشوف اليوم حادثه طرابلس تكون مستقله عن كل شيء صار بهالبلد بالسنين اللي مضيت. اليوم في حوادث كتير صارت بطرابلس بينت عن مدى الضعف بالحكم بلبنان. وهذا الموضوع اليوم ما في رئيس جمهوريه بلبنان، لانه المرشح الأقوى مسيحيا يلي بيستحق كرسي رئاسة الجمهورية يلي هو الجنرال عون، إذا إجا هيدا المشهد بده يتغير، وهيدي الصورة بدها تتغير. هيدا الشيء اليوم اللي صار بطرابلس بشع. في كتير بيلوموا، مش بيلوموا لا غير كلمة، في ناس بيعتبروا أنه بيقولوا جنرال عون لو ما منه كمان ما كان إجا الوزير شربي وما إجا الرئيس سليمان. انت بتعرف انه الرئيس ساركوزي طلفلوا للعماد عون بالمعنى اللبناني، يعني انه بيعنا اياها كرمالنا نحن مرقلنا اياها بدنا مزبوطة هيدي. الحمد لله انا عم بقولها، يعني العماد عون اتى بالرئيس سليمان
بعدين عض الأصابع. مش هو وهو وافق بشكل أساسي على الوزير مروان شربي برغم تقديرنا ومحبتنا له وجنرال بحبه، أنا بعرف أنه بيكن له احترام، لكن تجربة بركي ما كانت. فإذن في قرار سياسي اتخذ من فعاليات كبيرة بالبلد أتت بهؤلاء الأشخاص. لا لا لا، في أكتر. ميشيل سليمان مش بس هون، يعني هلأ هون بالآخر سهلوا بمكان ما، والجنرال سهل ما اجى الرئيس سليمان الا ما اخذوا وافقته. مشان هيك عم بقول لك هلا ما تحلموا مني هلا انا اكون صانع رؤساء. لا، انا هالمره قاتل الرؤساء. كان في كثير ريزيدنت كيلر، كان في اجواء يعني اقليميه، وكان في مدير مخابرات مصري، وكان في كثير امور من هالنوع. هيدي صاروا بذمه الله. ايه، وصاروا بذمه الله. ولكن هيدي حقب السوداء تبع ميشيل سليمان. كتر خير الله، اول شيء الحمد لله ما تمدد له، وهودي بدنا نشكرهم، ولح نعفي عن يلي صوتوا له بوقته واجا. واساسا هيدي الحقبه يلي ما تميزت بلبنان الا بمخالفه القوانين. بلشها بمخالفه قانونيه ودستوريه، ركب على رئاسه الجمهوريه، واستمر من اول نهار بالحكم بمخالفه القوانين، وطلع عم بخالف القانون. ومبارح بمهرجان الانتخابي طلع علينا بجبيل كمرشح نيابي جديد من ميفوق، يلي هي بلدة استغل فيها ميشيل سليمان حاجة هيدي البلدة انه يكون فيها مستشفى. هيدي البلدة يلي ما فيها كتير انماء كان من فترة نواب طويلة. نواب التيار سلوا اوكي. لا انا مش حبيب حوضح سجودي، انا مش عم بتهجم لا سمح الله. وأنا لا 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 ما حوضح، انا عم بقول انه سلوا دورتين، محبتنا كبيرة لقلهم، وانا بعرف نشاطه لأسيس سيمو ابي رمية والدكتور خوري والحاج عباس، بعرف نشاطهم. طيب ليه بتخلوا ناس يفوتوا على ثغرة؟ لا مش التيار ما بيسد، هن دورتين هلا في غير العالم 100 دوره قبل. لا حوضح، تفضل جورج، خليني على راسي، تفضل خليني اوضحها. انا عم بقول اليوم، انا عم بقول العدا شو بيقولوا، حتى عم بقول ميشيل سليمان استغل حاجه هيدي المنطقه، حشد عملوا الاف الاتصالات تيعملوا حشود على ميفوق. ميفوق معروف انتماءاتها السياسيه، وميفوق لنا فيها اصدقاء وحبايب كثير. ميفوق فيها شريحه كبيره بينتموا للقوات اللبنانيه، فيها تيار وطني حر، وفيها عائلات ميفوق. أكيد ميشيل سليمان مقلوا بميفوق. لنبلش من هون. استغل ظرف معين، موضوع مستشفى، وراح يحكي فيه خطاب تيبلش عمل سياسي يلي هو كان متخبى وراه، لأنه هو خاض الانتخابات 2009 كان مخبى وراء مرشحين، وخاض البلديات 2010 كمان كان مخبى وراء مرشحين. هالمرة الحمد لله طل هو، وهيدي شغلة إيجابية ومنيحة، وأهلا وسهلا فيه، وعمل شغلة كبيرة من ما يفوق. نقطة الأولى، أول شيء راح ليقول إنه جميع الإنماء ومختلف أنواع الإنماء اللي صاروا بجبال هو عملهم، وهون غلط. هون غلط، وللأسف أنا بدي أوضح، لأنه في ناس ما وضحت هالنقطة. بال2005 بعد فوز تكتل تغيير والإصلاح، كانت كسروان وجبيل دائرة واحدة. صحيح. ونحن تشرفنا بوقتها أنه نقدر نوضع أولاد جبيل بصندوق الانتخابية اسم دولة الرئيس. جنرال عون عطى تعليمات، وأنا هيدي الحقبة كان إلي دور فيها. عطى تعليمات بالمسارعة بتوفير إنماء لبلاد جبيل، لأنه جبيل كانت دايماً محرومة لي، لأنه كان عنا رجل الدولة العنيد ريمو إدي الله يرحمه. كان يرفض أي مساومة تصير. جنرال عطى تعليماته، نشطوا النواب من 2005 ل 2008 تلزمت ثلاث طرقات بجبال، بير الهيت أرطبة، عناية اللقلوق، وعم شيت ميفوق. حلو هالطريق. هودي صاروا بالفترة من 2005 ل 2008 تنفذوا وخلصوا. راح ميشيل سليمان من سنة يدشنون، هذا اللي عمله ميشيل سليمان، حشد جمهور وراح يدشن، وما كانت ناجحة حتى التدشينات يلي عملهم. راح يقطف معلي، نحن أولاد جبيل بدنا استمرارية، بدنا نأمن راحة للمواطن جبيلي إنه يوصل على بيته. نحن ما بهمنا مين بيقطف بالآخر، يلي بيزرع البهم ويلي بيسقي البهم، يلي بيقطف مين ما كان يكون. مع أوقات البستان بيكون في شجر التفاح على الطريق، الإيد الرايحة وإيد الجاي بتقطف منها، صحتين وهنا عليهم. اليوم الموضوع مختلف. النقطة الثانية اللي صارت بميفوق يلي هي كتير خطرة، بكلامه للرئيس سليمان بميفوق يلي هو قائد جيش سابق، وعلى أيامه
الله يرحم ميلاد النداف، هذا الرجل العظيم البطل يلي تشقف وذبح بالضنية الألفين، بالضنية ليلة عيد راس السنة، ليلة 99 صحيح. ليلة الميلانيوم، والله يرحم شهداء نهر البارد، هو كلهم صاروا ميشيل سليمان قائد جيش، ورجع بولايته الرئيسية كمان للجيش، ما وقف النزيف، تابع شهداء الجيش ضلهم يسقطوا والمأساة عم تستمر. بيطلع بميفوق أحد الماضي بناشد إنه ينعمل عفو عن قتلة الجيش اللبناني، بيقول لهم سرعوا بالمحاكمات، درسها منيح النقطة قانونيا، بيقول لهم سرعوا بالمحاكمات لأنه ما فيهم يعملوا لهم عفو إذا مش محكومين. صحيح. قال لهم سرعوا فيها أحكام طيب يلا خلي يطلع أحكام، وبدعي مجلس الوزراء اللي معه صلاحيات رئيس الجمهورية شرحها مظبوط يعمل لهم عفو، وبيعرف كتير منيح يعمل عفو لأنه بولايته عامل العديد من الـ من الـ من العفو. وهيدي يلي بيراجع الجرائد الرسمية بعهده الميشيل سليمان بيشوف كم مجرم طالع من الحبس لقاء عفو، ما حدا بيعرف شو السبب اللي كان يعفي عنه ميشيل سليمان. لعل بدنا نسأل الوزير وهاب، حكى كلام من يومين بيقول في أحد الضباط يلي انسرق من بيته 3 مليون دولار وانكمش السارق، وهذا الضابط مقرب من رئيس ميشيل سليمان. أنا هون بدي شوف ولا نايب عام بلبنان أو مدعي عام استفزوا هالكلام تبع الوزير وهاب إنه يروح يحقق فيه، شو شغلتهم؟ هيدا أخبار علني صار على تلفزيون بلبنان، بيتفضل مدعي عام، مطلق مدعي عام، بيوضع إيده على الملف، بيودي وراء الوزير وهاب بيحقق معه، بيحقق مع الأشخاص الآخرين، بيفتحوا تحقيق فيها هيدا الموضوع. إذا الكلام مزبوط بدنا نعرف هيدا الضابط من وين جايب المصريات، شو هو من وين المصاري، هاي فضيحة هيدي، شو 3 مليون دولار ببيت موجودين كاش. بعدين إذا ما معه حق الوزير وهاب كمان في إجراء قضائي بيصير موضوع، بس ما بينترك هيك. ولو القضاة مش بس بدنا كل مرة نحن نروح نقدم شكوى ونقدم دعوة ليلاحقوا، هيدي أمور لازم يلاحقوا فيها عفوا. وفي كثير من القضاة اللي عم بيسمعوني وأنا إلي ثقة فيهم، اعملوا معروف، أنصفوا الناس، لاحقوا الفاسدين، ما تتركوا فاسدين بالبلد بلدنا بيصير أحلى، ما تتركوا زعران بالبلد بلدنا بيصير أحلى، هيك بلدنا بيتحسن. يلي عمله ميشيل سليمان انه عم بينادي وعم بيطلب عفو للمجرمين، ميشيل سليمان ما عليه حصانه بقى. ميشيل سليمان لانه صاحب مسؤوليه، لو مواطن عادي عم بيخبر هيك خبريه ما بيعرف المواطن العادي بالقوانين، وما بيعرف انه الشهاده هيدي يلي عم نطالب نحن انه نعفي عن قاتل شهيد مثل هالشهداء اللي عم نشوفهم اليوم، يا حرام على هالشهداء اللي عم بيتجنزوا اليوم بالمقاتل. لما ميشيل سليمان بيطلب قائد جيش ورئيس جمهورية، لا عليه مسؤولية، هو هيدي مسؤولية كبيرة عليه. هون يلاحق ميشيل سليمان على هذه الفعل اللي عم بيعملها، ما في هو يجي يضغط، لا عم بيضغط على القضاء انه يطلعوا الأحكام، عم بيطالب. لا انا قصدي عم بيطالب السيس، كان في قضاة موجودين بالحضور بالحضور، كان في قضاة موجودين بالحضور اليوم. للأسف هيدي الحقبة خلصنا منها وما حتكتر، يعني هيدا شفناه مشهد هيك، ما بقى نشوفه المشهد كتير يعني بجبيل، يعني طمن الجميع، أنا هيدي بجبيل جبيلية زعجكم منيح جبيلية مسيئة. لا بالعكس، يعني هو قال كان عم بيصلوا كل الليل إنه ما تشتت يجوا الناس، يعني نحنا بالعكس يعني مبسوطين كنا بالشتاء لأنه هلأ موسم الزيتون بجبيل مفيد الشتاء للأرض يعني. استطردنا بهالموضوع، ولكن طيب لأكد أنه اللي عم بيصير بالجيش منه وليد تمبارح، سياسيين مسؤولين، مسؤولية كبيرة، واليوم التعويل الكبير على أهل السنة المعتدلين، تعويل كبير عليهم، وهن أم الصبي اليوم أنه يستردوا وضعهم السليم، وضعهم الطبيعي بلبنان، ويمنعوا هذا التطرف يلي جاي لعنا ويلي مستورد على بلدنا. منكمل أنا وحضرتك والمشاهدين الكرام، سيز وديعة إلى الناشط المحامي الناشط السياسي، نرجع من بعد متابع حوار اليوم. أهلا بكم مجددا في حوار اليوم، وأهلا بالمحامي وديع عائل الناشط السياسي. فيك. نحن بنشكر حضورك معنا. أهلا فيك سي جورج. فهمنا أنه شادي المولوي هلأ متواري
فار هربان مثله مثل الأسير مثل غيره. فهمنا أنه جيش حسم ممكن ضربته قوية وسريعة وحاسبة. طيب ما فهمنا هلأ شو بده يصير بخالد ظاهر، كل مرة نفس الشيء بيعلى السقف بيرجع بينزل. جورج وأنت حضرتك كنت من أوائل الناس يلي تابعوا مع النشطاء والمحامين والناس اللي بيحبوا الجيش بيحبوا بلدهم، تابعوا هذه القصة، لكن وين صارت؟ أستاذ جورج، موضوع الخالد الظاهر صار فيه تطور بآخر فترة. سمعنا كلام إعلامي أنه الجيش لقط مكالمات معينة صارت، في كلام يعني من هذا النوع. مش إعلامي، لو الجيش بده لو خبرية مش مزبوطة، لأنه نقل عن قائد الجيش وقتها نزل عند الرئيس سلام نبلغ. لو نقل عنه غلط أنا بعتقد كان الجيش طلع بيان أو حدا قالوا أنه هذا الكلام مش صحيح. ممتاز، نكب هذا الكلام ليتفاعل. ممتاز. أنا اليوم بانتظار، أنا اليوم بدي هون الموضوع على الجيش وعلى القضاء وبدي ريح مجلس النواب ومجلس الوزراء. اليوم عم بيقولوا بدنا نرفع حصانة عن خالد الظاهر ليتلاحق. لا، ما بده رفع حصانة. أنا متقدم بدعوة مع عدد من الإعلاميين والأصدقاء، متقدمين بدعوة لحي شكوى موجودة بالنيابة العامة التمييزية في بيروت بتاريخ أول ما بلشت معارك عرسال. أوكي. وسعنا كل شيء، وسعنا كل شيء، تهجموا طلعوا تهجموا الثلاثة نواب طرابلس المرعبي كبارة ومرعبي وخالد الظاهر، تهجموا حرضوا على الجيش جرم مشهود. بس للأمانة هلأ بدنا نقول أنه أبو عابد كبارة وضع كثير موقفه مع الجيش هلا. لا أنا عم بقول أمانة. بيعتزج بس تكون أمين. بس اليوم اليوم واحد الزلمي ما عاد عنده أي موقف تهجمي على الجيش. باردون. هلا محصورة صارت بنجم الشاشة خالد ظاهر. إيه بس أستاذ جورج تنوضح قانونيا. طيب اليوم واحد قتل قتيل رجع راح اعتذر من أهله، هيدا الشيء ما بينفي الجرم. بجوز الأهل ما يطالبوه بكرة بتعويضات وعطلوا درة، ولكن حق العام بيضل مستمر. في حق عام. طيب بس اليوم نحن هيدي الشكوى اللي تقدمنا فيها هي بجرائم مشهودة ارتكبت، وخالد الظاهر واحد منهم يلي ادعينا عليهم جرم مشهود ما بده رفع حصانة. الشكوى بعدها موجودة ولحية بين ايدين الرئيس شرب البوسمرة، ما بده رفع حصانة، بيستدعيهم بيودي وراهم بيحقق معهم. نحن واثقين انه هودي الجماعة ارتكبوا وهو بدهم ملاحقة، واذا انفتح ملف بينفتح التحقيق بكل شيء عملوه. هيدا الباب والمدخل الوحيد. وانا بتمنى وبدعي على مدعي عام التمييز هيدي فرصة سانحة لاعطاء بعض من الكرامة والحق للشهداء للجيش. نحن ما بدنا شيء، نحن بنعرف كيف نتصرف بالامور، ولكن شهداء الجيش حرام، اعطوهم شوية حق. هاو الجماعة إلون يد مباشرة أو غير مباشرة بالتعدي على الجيش، أنصفوا شهداء الجيش، وهيدا المدخل الوحيد واليوم قادرين يشتغلوا فيه، وهيدا ما بينراح هيك على مجلس النواب. بعدين إذا هلأ رايحين على تمديد لمجلس النواب عار وسم عار على نواب الأمة يلي بدو يمددوا الخالد الظاهر ويلي بيشبهوا خالد الظاهر، هودي عار عليهم انه يمددوا. نقطة مهمة اللي عم تتفضل فيها، كثير مهمة. يا عيب الشوم على كل نايب. بدك استثناءات بالتمديد؟ في يعملوا استثناءات؟ في يعني ما عم بيعملوا مثل ما بدهم، هو التمديد عم بيطلع قانوني عم بيطلع ولكن غير شرعي، لأنه ما عم بيستمد شرعيته من الشعب. صحيح. ولكن عم بيعملوا قانون، مرة الماضي عملوا بالقانون التمديد لغيوا فيه الترشيحات يلي كانوا متقدمين فيها مرشحين، فيهم يركبوها النص القانوني مثل ما بدهم. اليوم عيب عليهم النواب، عيب عليهم كلهم، عيب عليهم انه يتمدد معهم لاشخاص عم بيقاتلوا الجيش بهذه الطريقه. شو نائب الامه هذا؟ منو نائب الامه هذا يلي كل النهار شغلته وعملته انه يقاتل الجيش كل النهار؟ بعدين بده ينتبه الاعلام. حكينا باول حلقه عن ايتيك بالمهنه الاعلاميه، ما بيصير بقى شاشات الاعلام تستقبل ناس تسب الجيش، ما بيصير هيك. نحن بوضع مش سليم بالبلد، هيدي منا ديمقراطيه، نحن منا بديمقراطية هون. هيدا الموضوع في حالة حرب بلبنان، في اعتداء على الوطن، ما بيصير يطلع بين نهار وتاني واحد بشكك وبعدين بيجوا هلأ بآخر نهفة بدهم يلغوا المحكمة العسكرية. لك يا خي شو الوضع نحن بلبنان؟ شو هالوضع الأمان المستتب بالبلد يلي هلأ منا بحاجة إلا لفد ردت فعل على أبو طائية؟
بس كيف اتهمته وزعلوا. بس وزير العدل تبنى الموقف. بعرف هيدا خطر. انا عم بقول هذا موقف سياسي واضح. هذا خطر الموضوع. واليوم وزير العدل في يسال مستشارينه بوزاره العدل اللي هن موجودين من ايام سابقه ويشرحوا له الموضوع والموقف، وهو كمان ضابط امن سابق، مدى اهميه المحكمه العسكريه اليوم. هلا اهميه المحكمه، هلا الدور الكبير بده يلعبه القضاء العسكري، لانه نحن بحاله حرب. اضف الى ذلك اليوم تردد الحكومه استاذ جورج بموضوع اعلان الشمال وطرابلس منطقه عسكريه. ليلى اليوم ما سلمتوا الجيش، اعتبروا انه ما في زوم لانه الجيش حسب. شو ما في لزوم؟ هذا الكلام، هذا سؤال. في ملاحقه اليوم بدها تعمل، الجيش عنده دور امني كبير كثير اليوم بالشمال بده يقوم فيه. ما في جيش اليوم يوقف خلص خلصنا يعني، لا، في شغل كثير بعد للجيش. هو ممكن يطلوا، ممكن يقتلوا بحيلا مطرح. استاذ وديع، هل الكلام عن خطه بربط الالمون السوريه بالالمون اللبنانيه، وانه اللي صار هلا بهاليومين احباط هيدي العمليه، هل قد جديه، هل قد الناس واعيه برايك؟ هين انه يسيطروا على ضيعتين ثلاثه ويربطوا الالمون يلي بعيد 150 كيلومتر يربطوه دغري؟ الى سبب وانه طرابلس بتصير بيسيطروا على مرفأ طرابلس، وبتصير طرابلس منفذ بحري على تركيا وعلى الارهابيين وكل الناس اللي هيدا. الخبريه هيدي، اعذرني على التعبير اللبناني مشان تنسهل اكثر التواصل، نعم، تنقبض طبعا استاذ جورج. انا ما بشك ابدا، ما بشكك ابدا، لكن خليني رح ارجع تابع انا وحضرتك. باخذ زميلتنا النشيطه لارا الهاشم من طرابلس. لارا يعطيك العافيه، تفضلي، كيف الاجواء اليوم؟ يعني جورج، من بعد معارك شرسه شهدتها منطقه التبانه ولا سيما شارع الاهرام، حيث مسجد عبد الله بن مسعود الذي كانت تتهم التقارير الامنيه مجموعه اسامه منصور وشادي المولوي باحتلاله، فقد عادت الحركه تدريجيا من بعد ما دخل الجيش اللبناني لاول مره الى اعماق التبانه. يعني هذه او دخول الجيش اللبناني هو غير مسبوق الى هذه المنطقه، من بعد كان الجيش لديه بعض المواقع داخل التبانه، وحتى بالمرات السابقة بأثناء الجولات بين الجبل وباب التبانة لم يكن هناك هذا الوجود الكبير والموسع داخل أحياء التبانة وفي العمق. اليوم الجيش دخل إلى العمق، ولا سيما في مكان يعرف بالمربع الأمني لأسامة منصور وشادي المولوي. الأو تي في كان إلى جولة داخل المنطقة، وطبعا يعني سنعرض الصور لاحقا خلال نشرة الأخبار، ولكن يعني كما ترون في الكاميرا حاليا، نحن جورج موجودين بشارع سوريا المتاخم لشارع الأهرام حيث الشد المعارك. هذا الشارع الذي لم يكن هناك تواجد للجيش اللبناني أيضا في يعني بشكل دائم، كان هناك دوريات من حين الآخر. الآن كما ترون الملالات الجيش اللبناني متمركزة، الحركة عادت تدريجيا إلى الشارع، السيارات تجول في الشارع بعدما كانت مقطوعة بشكل تام في الأيام السابقة. يعني منطقة التبانة بدأت بنفض غبار المعارك الشرسة اللي خاض الجيش اللبناني ضد المجموعات المسلحة اللي كانت متحصنة بين المدنيين. طبعا هناك نقمة كبيرة بصفوف المدنيين على كل الأطراف، خاصة أنه لما يتلقوا زيارة من أي نائب أو من أي شخصية أو مرجعية سياسية ممكن أن تساعدهم، ولا حتى من الهيئة العليا للإغاثة. يعني هن فقط يقومون بلملمة أضرار اللي خلفتها هذه المعارك، إن كان من بنى تحتية أو من منازل قد دمرت بفعل المعارك والاشتباكات. ويعني هن ينتظرون ويطلبون ويطالبون الدولة بالقدوم ومساعدتهم من بعد الأضرار اللي لحقت فيهم، لا سيما من منطقة التبانة، هي معروفة من أكثر المناطق اللي تعيش دون خط الفقر في منطقة طرابلس خصوصا وفي لبنان عموما. أما بالنسبة للانتشار الجيش اللبناني، فلا زال الجيش مستمر بعملياته وبانتشاره، وقد وسع انتشاره إلى داخل الشوارع، يعني شارع برغشة والسوق الخضار وكيف الشوارع داخل التبانة. كما هو تؤكد مراجع عسكرية للأو تي في أنه الجيش مستمر بمداهمة المنازل يعتبرها مشبوهة، وهو مستمر بعملياته العسكرية. وكما علمنا أيضا من حسب أهالي التبانة أنه أسامة منصور وشادي المولوي لقد تواريا منذ اليوم الأول وخرجوا من المدينة ومن المنطقة، يعني منطقة التبانة حيث كانوا موجودين وبشارع الأهرام خصوصا. جورج، نعم لارا، في شيء معطيات عن أماكن مكان فرارهم هروبهم؟ الناس بشارع، شو عم تلتقطي من الشارع لارا عن شادي المولوي وأسامة منصور؟ كان معهم حق
ما كان معهم حق. الناس شو عم بتقول بالحقيقة؟ يعني أهالي التباني طبعا وبطبيعة الحال يعني هن كما كانوا يرددون سابقا كانوا يقولون أنه أسامة منصور وشادي المولوي هن أبناء المدينة، ولكن اليوم ما يعني يزعج وينقم أهل التباني هو ما يعتبروه أنه تسوية حصلت على حساب الأهالي الفقراء أهالي البلدة. يعني بعضهم يقول أنه لم يكن هناك مجموعات مسلحة وطبعا يتخذ طرف إلى جانب المجموعات، وبعض الآخر يقول أنه شادي المولوي وأسامة منصور قد فروا منذ اليوم الأول وأنه المعارك اللي خاض الجيش ضد المجموعات المسلحة حصلت على حساب أهالي التباني والفقراء. ولكن يعني بطبيعة الحال هناك تأكيد على أنه السيناريو اللي حصل مع فرار رفعت عيد هو تكرر اليوم، وهو يعني على اعتباره أنه كما فر رفعت عيد بتسوية سياسية تمكن شادي المولوي وأسامة منصور ومجموعته من الفرار من منطقة التباني، ومن تحمل يعني وزر الأمور وما حصل هن أهالي التباني اللي لا يتطلع أو لا ينظر إليهم لا النواب المنطقة ولا فعالية المنطقة ولا حتى مشايخ المنطقة، خاصة أنه هن يعني كما ذكرنا سابقا من أكثر المناطق المحرومة، ومنذ توقف المعارك حتى الساعة لم يأتي أي شخص للوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم. وهن كانوا يعني أكدوا وأكد أحد الأشخاص المقربين من المجموعة أنه منذ اليوم الأول لم يروا أي أثر لشادي المولوي وأسامة منصور. وهنا ايضا اكدوا بحديث للاو تي في يعني كما كانوا يرددون انه الذنب هو ذنبنا لانه نحن ننتخب هؤلاء اشخاص نواب لا يأبهون لنا ولا يكترثون لامورنا، وهن فقط يعني يقومون بالتسويات السياسيه على حساب هذا الشعب الفقير. جورج. نعم لارا، كنا عرفنا قديه سقط للجيش شهداء وجرحى، لكن الناس ما عرفت بعد قديش سقط للمسلحين قتلى وجرحى. عندك معلومات؟ يعني للأسف جورج ليس هناك معلومات دقيقة يعني عن هذا العدد، يعني خاصة أنه يعني في جولة داخل التباني وبطبيعة الحال بطبيعة التعاطف يعني هني يقفون يعني شريحة كبيرة منهم تقف إلى جانب الجيش اللبناني، ولكن بطبيعة التعاطف مع أهل المنطقة هن يقولون أنه يعني هناك عدد الشهداء اللي سقط أو عدد الضحايا إن كان جرحى أو كان ضحايا الاشتباكية، يقولون أن هن مدنيين. ليس هناك اعتراف واضح من قبل الأهالي بعدد القتلى من المسلحين، ولكن حسب ما أكدت مصادر أمنية الأو تي في أنه هناك كان يعني عدد لا يستهان فيه من القتلى بصفوف المقاتلين أو بصفوف المسلحين عفوا، وكما كان هناك توقيفات وقد أوقف أحد الأشخاص صباحا أيضا، والجيش مستمر بمداهمته لتوقيف أي شخص ممكن أن يكون مشتبه به، خاصة أنه العديد من الأشخاص اللي كانوا يقاتلون بصفوف المسلحين وكما أكدت مصادر عسكرية الأو تي في هم أشخاص لم يراهم الجيش سابقا. يعني هناك بعض المجموعات اللي دخلت إلى المنطقة عشية اندلاع المعارك هي أشخاص لم يراها الجيش اللبناني سابقا داخل المنطقة، ويعني ممكن أن تكون هذه الأشخاص قد قدمت يعني عشية المعركة اللي تعتبرها التقارير الأمنية هي معركة مفتعلة وتحريض على الجيش اللبناني، أو يمكن أن يكون هؤلاء الأشخاص كانوا متحصنين داخل المنازل وبين المدنيين لافتعال أي احتكاك مع الجيش اللبناني في أي لحظة يعني تحدد في ساعة الصفر. جورج. شكرا لك يا زميلي لارا الهاشم من شارع سوريا الفاصل بين باب التباني وجبل محسن في طرابلس. شكرا لك. رح ارجع كمان اسألك سؤال، مش ضروري تعطيني اجابة دقيقة، لكن انا عم بستفهم انا وحضرتك والمشاهدين الكرام، وين هن القتلة تبعولن للمسلحين؟ طيب انه وين هن؟ وين دفنوا؟ وين مين اخذهم؟ ما حدا عنده طالب فيهم؟ وين سحبوهم؟ وين المستشفيات اللي اخذتهم مكبوبين بالطرقات بتطلع ريحتهم؟ وين هني؟ انا لا بكل احترام انا عم بسال السؤال. الجيش اللبناني على هيدا الموضوع بده يشرحه مضبوط للراي العام. وين هني؟ هيدا موضوع اليوم قيادة الجيش عليها انه تعطينا تفصيل شو صار نتائج المعركه اللي صارت بطرابلس. بالطبع نحن خلف المؤسسه العسكريه، ولكن للراي العام هيدا موضوع ما بيسوى يضل ملتبس. هيدا موضوع بده توضيح، وكمان القضاء العسكري هون عنده شغل انه يخبر بالتحقيقات اللي حيعملها، اكيد في تحقيقات عم تنعمل بالتحقيقات، يتبين شو راح لهم قتلى الارهابيين بطرابلس، شو راح مدنيين، وطبعا نحن شفنا شو استشهد للجيش اللبناني معروفين. وهون لفتني موضوع اللي عم بتقوله، موضوع البيئه الحاضنه بباب التباني. ايه موجود في ناس، لانه هودي قسم كبير منهم اللي عم بيقاتلوا هن ولاد المنطقه. صحيح. يعني كبوا سلاحاتهم وطلعوا قعدوا بالبيوت، هيدا واقع ما بدنا نكذب فيه، هيدا شيء صار على الارض.
وهودي عندهم حماية سياسية كمان بطرابلس. هالجماعة هودي اليوم الجيش اللبناني عنده دور أمني كتير كبير إنه يعمله. هلا بلش الشغل الأمني بطرابلس بهالمناطق وبهالأحياء هيدي ليتلقطوا هالناس هيدي اللي كانت عم وأنا أكيد إنه الجيش قادر يعمل شغل كتير كبير بهالموضوع هيدا. هل بتعتبر هيدي جولة أكيد جولة معركة؟ هل بتعتبر إنه نحن قدام محطة هلا في استراحة لملمت الوضع ورفع الأنقاض ودفن الشهداء وترتيب الوضع بانتظار معركة تانية؟ داعش رح تسكت يعني؟ نحن مش خايفين بمعنى إنه بتعتبرها هلا درس لها عم ترجع تشوف مكان من الخسارة والخلل تترجع ترتب الوضع؟ أول خلية لداعش تلقط بعصون أول خلية وكبيرة كمان مثل معيمان جمعة يلي تابع للنصرة توقيفه فجر معركة عرسال، توقيف أحمد سليم مئاتي يلي بايع داعش كان شرارة تفجير الوضع في طرابلس. صار عندك داعش والنصرة. نعم أستاذ جورج، الأشخاص يلي توقفوا هن البعض الأكبر منهم معفى عنهم بال2005، طلع عنهم عفو لأنه هن كانوا مشاركين بأحداث الضنية وعفى عنهم مجلس النواب اللبناني بالأكثرية بوقتها. تم العفو عنهم بمجلس النواب بالأكثرية لأنه في كتير عارضوا نواب يومها. هلأ اللي صار اليوم مثلا في المئات يلي هلأ موقوف أحمد سليم مئات، نعم هيدا الزلمة كان مشارك بأحداث الضنية وخرج وما ندم على فعلته، تبين أنه هيدا تابع العمل يعني أول شيء غيره. اللي عفى عنه غلط، بده يعترف للناس أنه غلط. ما عليه، بدنا نبلش من مطرح نصارح العالم. في واحد تاني اسمه إيهاب البنا، إذا الناس بتتذكروا إيهاب البنا عامل اليوم بورت بارول للجمعية يلي بتدافع عن المسجونين بحبس رومية، ومن فترة لفترة كان يستقبل واستقبل بالقصر الجمهوري أيام الرئيس ميشيل سليمان على رأس وفد بالقصر الجمهوري، وهيدا كمان إرهابي كان دابح الجيش. هي جولة، طبعا جولة، لأنه بالحلقة الماضية معك أستاذ جورج ذكرت شغلة كانت يمكن لأول مرة تنذكر بالإعلام بلبنان. داعش تسعى لتأمين خط نفطي عبر لبنان وسوريا. هيدا واقع. في مصفات طرابلس جاهز. في مصفات وفي خط أنابيب كمان جاهز. جاهز صح. هيدا الموضوع بالحرب اللي دائرة بالمنطقة، هيدا موضوع حيوي جدا لدولة داعش أو اللي دولة اللي بدها تطلع تخلق جديد بالمنطقة. وهيدا الشيء كله مرتبط ببعضه. يعني اليوم ناخد بس مقاربة كتير صغيرة. الأمريكيين بقصفهم لداعش بأول نهار قصف ضربوا 47 صاروخ توماهوك. صاروخ التوماهوك حقه الصاروخ الواحد $1,400,000. صحيح. يعني بس الناس تعرف مدى الانفستمنت الأمريكاني اللي عم بينعمل. يعني حطوا 70 مليون دولار تيضربوا لها. أيوة بالضربة الأولى. أول نهار. اليوم المنطقة تبين فيها من تقريبا من اواخر 99 2000 انه في ابار نفطيه وثروه غازيه كبيره بهالمنطقه ما كانت مكتشفه من قبل. طبعا حيصير يوقع الصراع ونحن عايشين الصراع النفطي والاقتصاد اليوم، نحن عايشينه بأي تحت اي مسمى، ارهابي تكفيري دول عم تتصادم مع بعضها، ولكن نحن داخلين موجودين بخضم صراع اقتصادي نفطي كتير كبير بالمنطقه. داعش نعم بدأ منفذ بحري للنفط الداعشي، إذا بدك نفط هالدولة بدهم يطلعوه، عم بيحاولوا بطرابلس، حيرجعوا يحاولوا مرة تانية بطرابلس، لأنه الأسباب يلي عم تحمي هالأشخاص هودي ما انشالت وما توقفت بطرابلس. اليوم الموقف السياسي منه كافي من سياسيين طرابلس، لا هيدا منه كافي. وقفوا الإمداد، راجعوا جمعياتكم، شوفوا هالجمعيات هيدي الخيرية لمين عم تعطي مصاري بقلب طرابلس، انتبهوا على الوضع، شاركوا انتو بحماية ناخبينكم بطرابلس. هودي يا سي جورج المجموعات ما بيتخطوا الألف والألفين شخص. طيب إذا عندهم عيالهم قدي عدد هالعيال؟ بس داعش بلشت 5,000 واحد. صحيح، ولكن ما بيوصل. داعش احتلت الموصل ب3,000 4,000، ولكن اليوم طرابلس تحت أمر الجيش اللبناني. ما قدروا داعش أو جماعتها بلبنان يحتلوا طرابلس. ما تساعدون سياسيا، ضربون الجيش، ما تخلون يرجعوا يقبوا راسهم بطرابلس. أنت برأيك كنا قدام موصل مصغرة حقيقة بدون مبالغة؟ أستاذ جورج نفس الشيء مثل ما صار بعرسال، جميع التقارير الأمنية وحضرتك مطلع جدا عليها كانت عم بتشير لأعمال تخريبية من هالنوع هيدا.
الأمن بلبنان ما عم بيغلط، الأمن عم بيشتغلوا مظبوط بلبنان. المشكل دائما وجه تحية لمديرية مخابرات، لأنه الإنجاز يلي انعمل بعصون طبعا هو إنجاز بالفعل يشكر ويسجل لمديرية المخابرات طبعا. واليوم المشكل دائما مثل موضوع المنية، إنه الجيش اللبناني ومختلف الأجهزة الأمنية عارفين فيه هيدا الشيخ هونيك موجود وعارفين شو عم بيعمل، ولكن كان في عطلانين هم إذا دقوا فيه تاخد الموضوع ياخد منحة مذهبي بالمنطقة مثل العادي يعني. مثل طيب العادي. طيب هون دور السياسي السني بالمنطقة إنه يحمي المنطقة، هون دوره، هون بيساعد الأمن، وإلا هو بيكون عم بيعرق المسار العسكري. شيخ داعي الإسلام الشهال يلي كان عادة دايما وأنا وياك منتفق عليها وغالبية اللي بيعرفوه من الرأي العام، كان دايما مواقفه لا تبلغ هذه الدرجة من التصعيد، كان دايما يروقها يقول روقوها يا شباب من هون ومن هون ونحن موجودين لنحل الوضع. بارح دعا لجهاد في كل لبنان وما خلى ولا بقى، هيدا يعني كانوا جماعة أكلينا أم بالفعل الرجل يعني أكيد. أنا في ناس حسوا كتير إنه هذا موقف يائس أكثر ما هو موقف جدي إعلان الجهاد في كل لبنان، وبعدين اعتبار بقاء السنة داخل الجيش جزاؤه عاقبته جهنم، إنه عم بيقولوا للسنة بالجيش ما توفق فيها، وهن يعني نص الجيش وأكثر من نص الجيش سنة. كثافة نيران يلي أطلقها بطرابلس الجيش هي كلام واضح جدا إنه أي خلل أمني من هيدا النوع حيكون هيك الجواب عليه. ولا أنت تكرر أرسال هلا ممكن تتكرر؟ لا ما تكررت، لانه عرسال غدروا للجيش طبعا، هالمره الجيش استبقى واجهض. هذا الفرق في انجاز كبير بطرابلس انه خطف عسكري من صغرته واجهضنا واجهض الجيش عمليه خطف كانت طبعاً عم بتصير بالمحمره يعني طبعا، يعني الجيش اشتغل مزبوط يعني كانوا عم بيعملوا مثل عرسال اذا ملاحظ، بيفوتوا بخديعه بياخذوا معهم مخطوفين بعدين بيبتزونا. بس هيدا يثبت انه موضوع عرسال في تآمر صار مكان ما على الجيش من السياسيين يلي ركضوا يخبروا انه في مخطوفين للجيش، وقفوا المعركة تنخلص لهم النفوس للمخطوفين، وهيك صار وهيدي حكيوها سياسيين بالبلد وهيك صار ونجحوا فيها. ومعترين اليوم اهليهم للمخطوفين عم بيركضوا من منطقة لمنطقة وعم بيصرخوا وعم نشوف مشاهد كتير بشعة. وهذا من سوء الإداء السياسي أيضا أستاذ جورج. في شغلة صارت مماثلة جدا بفرنسا هلأ من شهر، خطف شخص فرنسي بالجزائر أعدم لاحقا صحيح، بذات النهار طلع موقف من الإليزي، وهيدي من المواقف القليلة فيها نتشبه فيها بالفرنسوية لأنه هالفترة ما عم بيكونوا كتير مواقفهم جيدة. طلع موقف من الإليزي سريع جدا من رئيس الجمهورية، بلغ فيه الجميع أنه فرنسا لا تتعاطى مع الإرهابيين صحيح، وفرنسا لا تفاوض الإرهابيين، موقف حاسم. الكيدورسي وزارة الخارجية أرسلت موفد رسمي عند مرته وعائلته للمخطوف، قالوا لهم الاتصال بيصير مع هيدا الشخص، في ما بتاخذوا اي معلومه خارجيه. الاعلام الفرنسي كان متماسك كله خلف الدوله، ما صار اي خطا صحيح. هون باركونتر عنا معترين الاهالي قاعدين بيتلاعبوا فيهم، ما في موقف رسمي واضح، مع انه الدوله اللبنانيه هلا لطلع شويه كلام حكومي انه نحن ما بنتفاوض مباشره، بنعمل قناه اقليميه بدوله اخرى، وهذا صحيح يعني، وهيك بتصير المفاوضات، وهيك عم بتصير ونحن اكيد ما لنا دور انه نحكي بموضوع المفاوضات. نحن بنقول ان شاء الله يتوفقوا تكون نتيجه ايجابيه، ولكن ما يكون هيدا الشيء سيف مسلط فوق رؤوس اللبنانيه كمان، مش كمان كل ما صار حادثه بالبلد بيقولوا لنا بدنا نخطف وبدنا نعدم وبدنا نقتل. لا، وبعدين أثبت شغلة بطرابلس إنه أبو مالك التلي على تواصل مباشر مع المجموعات الطرابلسية. طيب أنا بدي أعمل رابطة سببية صغيرة كتير، إذا شادي المولوي أصحابه هالسياسيين بطرابلس من يلي رافقوه بسيارتهم ليلي دافعوا عنه ليلي حميوه وعملي له مخصصات آخر الشهر، واليوم هو أصحاب مع أبو مالك التلي، لا هون في رابطة سببية بسيطة كتير، إنه معناتها في شيء أخطر من هيك. انتبهوا يا سياسيين، انتبهوا يا سياسيين شو عم تعملوا، انتبهوا مع مين عم تقافوا أنتوا، ديروا بالكم، انتبهوا زواركم منني بالأول، ديروا بالكم على زواركم، لأنه هيدا الشعب الطرابلسي المعتر بطرابلس يلي تبهدل بباب التباني، وشفناهم مشهد نزوح بشع كتير كان ليلة الأحد بالتباني، هالناس طالعين مشحوطين من بيوتهم هيك،
هيدا في شغلة إيجابية، في شغلة إيجابية صارت ماتر، شغلة إيجابية ما كانت صايرة قبل. اللي صار رب ضارة النافعة، لأول مرة يفوت الجيش على التباني. طبعاً أول مرة يفوت الجيش على التباني، وقتها صارت التسوية ديك المرة فيت الجيش على جبل محسن على أساس إنه ما بيفوت على التباني، على أساس التباني بعد إنه أوكي منشوف الوضع بعدين نضبطه بيفلوا بيروقوا. هالمرة اللي صار لأول مرة من 3 سنين الجيش اللبناني بيفوت على التباني. طبعاً خلصنا. طبعاً والأفواج كل الجيش عم بيشتغل بشكل ممتاز، ولكن كذلك بدنا نعطي حق الأفواج الخاصة بالجيش أكيد عم تشتغل بشكل ممتاز يعني، وعم تحسم معارك بشكل قوي يعني. الجيش خاض 48 ساعة ممتازة ممتاز. سياسيين مثل العادة، ما هن الجيش مش ناطرين من سياسيين مساندة، ما هن ما بعمرهم ساندوا الجيش. بتستذكر هون موضوع صغير بالزمان، فؤاد السنيورة حاول يمرر مشروع قانون انه يقتطع عدد من المخصصات للعسكريين. من زمان مش كتير زمان، لانه في اول ما طلع، اول ما اجى الله يرحمه الرئيس رفيق الحريري الله يرحمه، اول ما اجى صار مشكل بين السنيورة والجيش طويل عريض. طبعاً. مشهور المشكل تبع شارع المصارف، وطوقت قوم المكافحه مشهور، طوقت وزربوه جوا لرجع تراجع، صار مشكل طويل عريض طبعا يعني. هيدا في سياسه بدها تتغير، بدكم البلد بدكم تغيروا في ترقيات الجيش يومتها من وراء المشكل. طبعا بدون ما نسمع للاسف. انا بدي اشكرك، اهلا وسهلا فيك، وبنشكر حضورك معنا وتشريفك. نشكر منهني الاو تي في، منهني الاو تي في على المسانده يلي عم بتقدمها، منهني الاو تي في انه اللوجو يلي بنحبه صرنا نحبه اثنين، صرنا نحبه مرتين لانه في الاو الحلوه وفي اللون العسكري الاحلى. فبهني الاو تي في وبشكركم على هال. اهلا وسهلا ماتر وديع عائل الناشط السياسي، اهلا وسهلا فيك. شكرا لمشاهدينا الكرام وشكرا للمتابعة، على أمل اللقاء بحضراتكم دائما. الله معكم بإذن الله.